السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي طلاب الصف الثاني الثانوي الكفايات اللغوية. أهلا ومرحبا بكم معلمكم هاني الجندي من مدارس المدينة الأكاديمية. يسعدني أن ننطلق بكم اليوم إلى آفاق الوحدة التدريبية الرابعة، والتي تتحدث عن كفاية التواصل الكتابي، الكتابة الوظيفية. هذه الوحدة أبناء الطلاب مهمة جدا وهامة جدا، تهم كل شخص أو إنسان، خاصة في الحياة المهنية أو الحياة اليومية، وهي كفاية تواصل كتابي. فالتواصل يكون عن طريق الكتابة، هي نماذج أو يعني أعمال أستطيع من خلالها التواصل مع الآخرين، وهي متخصصة في الكتابة الوظيفية، أي أنها تهتم بالوظيفة ويمكن استخدامها في الوظيفة. دعونا ننطلق. الهدف من هذا الدرس معرفة المقصود بالكتابة الوظيفية وأهميتها. إتقان الكتابة الوظيفية باللغة العربية الفصحى، لغتنا الغالية. حب الكتابة باللغة العربية والتعود على ذلك أيضا. تحقيق المصالح وأداء واجبات العمل باحترافية، وهذا هو الغرض الأساسي والأكثر أهمية في الكتابة الوظيفية، تحقيق المصالح وأداء واجبات العمل باحترافية ودقة. دعونا ننطلق ولنتعرف على المقصود بالكتابة الوظيفية. هي النصوص التي ينتجها الإنسان لأداء مهام عمله، أو لجلب مصلحة، أو دفع مشكلة، أو المحافظة على العلاقة. إذن هي نصوص مكتوبة ينتجها الإنسان لأداء مهام العمل، أو المحافظة على العلاقات، أو لجلب مصلحة، أو دفع مشكلة. إذن النتيجة التي نصل إليها من التعريف أن هذه النصوص نفعية، هدفها تحقيق مصالح منشئها. الذي أنشأ هذه النصوص له مصالح أو أهداف معينة يريد تحقيقها. مثلا الشكوى، هو يشتكي لأنه أصيب بضرر أو تضرر من شيء ما، فيريد رفع هذا الضرر، كمثلا تأخر بالترقية أو عدم صرف علاوات أو بدلات استحقها. دعونا ننطلق إلى أهداف وأنواع الكتابة الوظيفية. هل الكتابة الوظيفية لها أهداف؟ نعم. هل تحقيق المصلحة كما قلنا، وإقامة العلاقات والحفاظ عليها، ودفع مشكلة، أو هناك أنواع للكتابة الوظيفية؟ دعونا نتعرف على الأنواع. أولا، تكون لأغراض الوظيفة. هذه الكتابة الوظيفية تكون لأغراض الوظيفة، ومن هذا النوع التقارير التي تكتب، سواء كان تقرير ميداني أو يومي أو سنوي أو شهري، كتابة المحاضر، محاضر الاجتماعات وتوثيقها، الخطب المحفلية سواء كانت افتتاحية أو اختتامية، في مقدمة أو في بداية المؤتمرات والاحتفالات الكبرى، أو في نهايتها أيضا تعريف الرعاة وشكرهم، وشكر الرعاة وشكر المشاركين، وملخص لما دار في المؤتمر، ثم بيان تفصيلي بما حدث في المؤتمر، ثم أهم التوصيات. الهدف الآخر هو قضاء مصالح الشخصية. يبقى لأغراض الوظيفة تعرفنا على هذا النوع وأمثلته، لقضاء المصالح الشخصية، وهذا النوع أهم النماذج التي تأتي في تحت أو أسفل هذا الهدف، هي الشكاوى أو الطلبات، التضرر من شيء أو أطلب شيء من حقي أرى أنني جدير به. الهدف الثالث هو التسويق. التسويق نجد هنا أيضا شكلين من الكتابة الوظيفية، أو نوعين من الكتابة الوظيفية. النموذج الأول ألا هو العروض التسويقية، أو الإعلانات الدعائية هو العنصر أو الشكل الثاني. إذا الكتابة الوظيفية تكون لأغراض الوظيفة، أو لقضاء المصالح الشخصية، أو للتسويق، وهذه نماذج لكل هدف من أهدافها أو كل شكل من أشكالها. ننتقل أحبائي الطلاب إلى نماذج الكتابة الوظيفية. دعونا نطبق هذا على النماذج، ندرس بالتفصيل العناصر الفنية لها وأهم خصائصها.
الآن نتعرف على الشكاوى أو الطلبات. العناصر الفنية للشكاوى والطلبات هو المطلوب مني، وهي معظم الأشكال وأنواع الكتابة الوظيفية لها عناصر فنية تكاد تتفق جميعا في ثلاثة: الافتتاحية أو المقدمة، ثم العرض، ثم الخاتمة. دعونا نتعرف على العناصر الفنية الخاصة بالشكاوى أو الطلبات. أولا الافتتاح. افتتاح الشكوى أو افتتاح الطلب أحبائي الطلاب يكون كالتالي: البسملة، كلمة بسم الله الرحمن الرحيم، ثم التوجيه لمن سأوجه هذه الرسالة، مثلا مدير قسم الموارد البشرية شركة جوهر العقل للتدريب. التحية: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم فصلات ثلاث فصلات، ثم بعد ذلك أما بعد. فالافتتاح يكون بالبسملة، ثم التوجيه لمن ستوجه الرسالة، ثم التحية. ننتقل إلى العنصر الثاني وهو العرض، المحتوى. وهذا أيضا لا بد أن نشير فيه إلى الموضوع، موضوع الطلب أو موضوع أو المشكلة. بعد التحية أقول: أتقدم إليكم بخطابي هذا حيث أنني متضرر لعدم صرف علاوتي المستحقة أسوة لزملائي. ثم الأضرار أو المبررات التي دفعت الكاتب للشكوى أو الطلب، وتقدمت بهذا لأن زملائي الذين تم تعيينهم بنفس التاريخ وحصلوا على نفس التقدير أو التقييم في الأداء الوظيفي الربع سنوي أو السنوي على نفس التقدير فقد حصلوا على الميدالات، أما أنا فلم أحصل، وهذا يؤثر في نفسيا ويجعلني أشعر بحالة نفسية سيئة. أرجو صرف بدلاتي هذه البدلات أسوة من زملائي. الرغبة المرتاحة هو صرف هذه البدلات. ثم ننتقل بعد ذلك، أنا افتتحت الرسالة أو الشكوى أو الطلب، ثم شرحت الموضوع والأضرار التي نتجت أو المبررات التي دعتني إلى كتابة، ثم الرغبة المراد تحقيقها، ثم أنتقل بعد ذلك إلى العنصر الثالث وهو الاختتام. كيف أختتم رسالتي أو شكواي أو الطلب؟ فيكون ذلك بالتحية الختامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو تقبلوا خالص تحياتي. الاسم، أكتب الاسم، ثم التوقيع، ثم تاريخ اليوم، التاريخ، ثم العنوان. وبهذا أكون قد أتممت الشكوى أو الطلب باحترافية. فلا بد أن يتحقق أن يوجد في الشكوى أو في الطلب الافتتاح والعرض والاختتام. ننتقل إلى النموذج الثاني أو الشكل الثاني من أشكال الكتابة الوظيفية الذي سنتعرف عليه وهو التقارير. والتقارير معلوم لنا جميعا أن التقرير هو ملخص أو كتابة معلومات على أرض الواقع تحدث في مشروع معين أو في زيارة معينة أو توثيق لموضوع معين. إذن التقارير لها مجموعة من الخصائص هي نفسها خصائص الكتابة الوظيفية، نتعرف عليها فيما يلي: أولا الدقة، والمقصود بالدقة التأكد من صحة الأرقام والتواريخ والأسماء والمعلومات والأسباب والنتائج. لا بد أن نكون على ثقة من ذلك، وهذه هي من أهم صفات التقارير أو خصائصها، أنها لا بد أن تكون دقيقة، الأرقام مضبوطة، التواريخ مضبوطة، المعلومات مضبوطة، لأنها سيتم بناء عليها اتخاذ قرارات أخرى، فلا بد أن تكون القرارات سليمة. إذن لا بد أن يكون التقرير سليم حتى تكون القرارات سليمة. العنصر الثاني هو الصدق، عدم مخالفة الواقع، لا بد من ذكر الواقع كما هو. الإيجاز، لا بد أن يكون التقرير معلوماته بسيطة أو قليلة مركزة، حذف جميع الجمل والمعلومات غير الضرورية، الحشو أو الأمثلة أو الشروحات، كل هذا لا يهم، المهم هو المعلومة مجردة. ننتقل بعد ذلك إلى الخاصية الرابعة وهي الوضوح، لا بد أن يكون التقرير أسلوبه سهل وواضح ولا غموض فيه ليسهل على الجميع فهمه، حتى يكون مفهوم للجميع، فلا بد أن لا يشتمل على معلومات غامضة.
الموضوعية، يعني البعد، معنى ذلك البعد عن الانحياز، لا انحاز إلى وجهة نظر، عدم تدخل المشاعر الشخصية في التقرير بالإيجاب أو السلب، عدم خلط الرأي بالحقيقة، عندما أقول هذه حقائق موثقة ثم رأيي أنا أشير إلى ذلك إذا أردت، ولكن لا بد أن نكون هذه المعلومات مجردة ولا انحياز فيها. العرض الإيضاحي، كلما كانت هناك جداول وأعمدة بيانية ورسوم في التقرير كلما كان التقرير مؤثرا وجيدا. أحبائي الطلاب، السؤال يقيس مدى فهمنا للمعلومات السابقة. نقول لكم إذا كتبت في أحد تقاريرك أن كل النشاطات نفذت وفي الحقيقة أن بعضها لم ينفذ فإنك لم تلتزم به، ما هي الخاصية التي لم تلتزم بها؟ هل هي الوضوح، الإيجاز، الصدق؟ هل ما الخاصية التي أو الصفة التي خالفتها هنا؟ من يجيب على هذا السؤال؟ من يجيب؟ فكر. أنا ذكرت في التقرير أحبائي الطلاب معلومات على أن كل هذه المهمات قد نفذت، ولكن في الأصل أنا أعرف أنها لم تنفذ كاملة، فهنا هل أهم ما الخاصية أو الصفة التي خالفتها؟ من يجيب؟ من يجيب؟ من يجيب؟ أحسن أحسن أحسن، الصدق، لقد أخللت بالصدق، لم أذكر المعلومة كما هي في الواقع، ولكنني ذكرت معلومة مخالفة للواقع وهذا منافي للصدق. أحسن أحسن، بارك الله فيكم. عناصر التقرير أحبائي الطلاب نفسها سنرى: الافتتاح، المقدمة، المضمون هو المحتوى أو العرض، ثم الخاتمة. الافتتاح نذكر في عنوان التقرير والتاريخ وسبب الكتابة واسم المعد والجهة التي طلبت التقرير وإجراءات الإعداد. في المقدمة موضوع التقرير، أهميته، الهدف منه. المضمون نشرح الموضوع وتم ما تم فيه وتوضيح النتائج والأفكار الرئيسية وربط الأفكار الفرعية بعضها ببعض وربطها بالفكرة الرئيسة. الرسوم والجداول الإيضاحية. الخاتمة يكون فيها ملخص لما تم، النتائج، التوصيات التي أرى أنها لابد أن تتحقق مستقبلا. ستتضح كل هذه العناصر سواء الشكاوى والطلبات أو التقارير عندما نقوم بشرح نماذج عملية وطلب نماذج عملية منكم إن شاء الله في الأسابيع القادمة إن شاء الله، وفي الأيام القادمة سنقوم بتكليفكم أحبائي الطلاب ببعض الأعمال التي تتناول هذه التقارير وكيفية إعدادها، ونقوم بممارسة ذلك فعليا وعمليا وتطبيقيا حتى ترسخ هذه المعلومة، ونسأل الله لكم الفائدة والنفع، وأفادكم الله ونفعكم بهذا العلم، وأتمنى أن أكون قد أفدتكم. ولأي استفسار لا تتردد في الاتصال بي على الجوال أو على البريد الإلكتروني المتاح، وسوف أتواصل معكم إن شاء الله خلال الأسبوع القادم لمناقشة أوراق العمل إذا احتجتم إلى ذلك، وأطلب منكم إجابة أوراق العمل ثم إعادة إرسالها لي مرة أخرى، وسوف أقوم بإرسال بعض الأسئلة لكم إن شاء الله للإجابة عليها ثم إعادة إرسالها لي مرة أخرى. أشكر لكم انتباهكم أحبائي الطلاب، مع أطيب التمنيات بالتوفيق، وأتمنى لكم التوفيق.